اهلا بكم وتحياتي لكم جميعا، وبناء على طلب اخواتنا كتير جدا بعتوا لي رسائل على الخاص وكتير على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. السكر يا دكتور مع الحمل وتعريف الجستيشنال دايابيتس ويز بريجنانسي، اللي هو السكر الحمل، هو ارتفاع السكر او تغيير في درجات السكر اثناء الحمل بغض النظر عن قبل الحمل كان ايه واستمر بعد الحمل او لا، فبيسموه جستيشنال دايابيتس. اول حاجه اللي بنعمل تشخيص للموضوع بمنتهى البساطه، واول حاجه بنعملها لو الست راحت للدكتور بيعمل حاجه ان هو ما عندهاش سكر خالص وما بتشتكيش من اي مشاكل، فبيعمل تشيك كامل على التحاليل السكر اللي احنا عارفينها والمعترف بيها دوليا، زي الصايم وبعد الاكل بساعتين، واذا كانت التراكم دي للست اللي ما عندهاش سكر. عشان نشخص بقى سكر الحمل بنيجي بقى في الاسبوع من 24 ل 28، اسبوع ال 24 و 28. اسبوع 24 يعني اللي هو الاسبوع الشهر الخامس او السادس، فبنبدا في الفتره دي يعملوا التحاليل كامله لسكر الحمل. طبعا عشان تشخص دي اللي هي الست اللي ما كانش عندها سكر قبل كده، وطبعا اول الحمل عملت تحليل ما فيش حاجه، فبنيجي في الشهر الخامس اللي هو الاسبوع ال 24 والاسبوع ال 48، الاسبوع ال 28 بنعمل التحليل. التحليل بتاعها مختلف عن التحاليل العاديه اللي احنا بنعملها للشخص العادي دي، بقى بتتعمل نظام جلوكوز تولرانس كيرف، بتروح المعمل صايمه 8 ساعات بالليل وتعمل تحليل اللي هو تاخد 75 جرام جلوكوز وتبدا تحلل بعد ال 75 جرام دولت بساعه وساعتين وثلاث ساعات. لكن هو الصح طبعا الصايم النتيجة غير اي حاجة تاني، الصايم عشان احنا هنقول دي ست عندها سكر حمل ولا لأ، ديا طبعا 92 صايم 92 او فوق ده سكر، هنتعامل معها كمريضة سكر. بعد الاكل بساعة 180 لو النتيجة 180، وبعد الاكل بساعتين لو النتيجة 153، ده هيبقى خلاص مريضة سكر وهتعامل كمريضة سكر وتاخد علاج السكر. في بقى لسه هنتكلم في موضوع العلاج بعد التحليل، بعد ما الست ولدت استمر السكر بعدها بثلاث شهور ده سكر، مفيش كل ثلاث سنين بتعمل التحاليل كاملة وتطمن اذا كان في سكر ولا لا. طيب في سكر قبل الحمل وفي سكر اثناء الحمل وفي سكر، نعمل ايه؟ اول حاجة مريضة سكر وهتحمل او مريضة جالها سكر مع الحمل، اول حاجة لازم جهاز سكر في البيت، لان الجلوكوز مونيتورينج ده اهم نقطة. والطبيعي بتاع الست الحامل بيختلف خالص عن الطبيعي في المرأة العادية، يعني ما يزيدش عن كذا، ما يزيدش عن 120، ما يزيدش عن 90 بالنسبة لأول ساعة. وطبعا الصايم، وطبعا دي التحاليل التشخيص غير التحاليل اللي هي تكون مظبطه في السكر بتاعها. والعلاج الوحيد الصح اللي مفيش فيه اي مشكله هو الانسولين، والانسولين فيه قاعدي وفيه بتاع الوجبات. الامن حاجه واللي اتعمل عليه دراسات ومفيش اي مشكله خالص الليفيمير اللي هو الديتيمير، والحاجات اللي هي الانسولين اللي هو بيتاخد بيشتغل اربع ساعات السريع ده ما فيش اي مشكله فيه بالنسبه للمراه الحامل، معليش اي مشاكل خالص، وتظبط الجرعات بتاعتها وتقلل الكربوهيدرات وتتابع مع طبيب. اللانتوس والادويه الثانيه لو الست كانت ماشيه على اللانتوس قبل الحمل ممكن تكمل عليه، لو ما كانتش ماشيه عليه بيفضل تاخد الليفيمير وتاخد النوفو رابيد او الانسولين اللي هو الصافي بيسموه الصافي، او اللي هو الهيمولين ار، او الاكترابيد اللي هو سريع المفعول، ده بيبقى عشان الوجبه. لو كانت هتاخد ليفيمير صايم، فكل المرضى ده اللي بيضاهي او بيساوي الانسولين وعمل الانسولين في بالنسبه لطبيعه الفسيولوجي بتاع الجسم. فلو انت صايم يبقى انت هتاخد الليفيمير، هتاخد الليفيمير. لو جيتي كلتي يبقى هتاخدي الجرعة اللي هي الصافي، على حسب بقى كل واحد بقى اللي فيه، اللي هياخد 10 وحدات 15 وحدة 20 وحدة، ده هتنظميه مع الدكتور اللي بتتابع معاه.
وبتشيكي طبعا السكر الصايم واللي بعد الاكل بساعتين، وبيبقى المعدلات في الرنج عشان ما نتلخبطش، في رنج ال 120، الصايم طبعا تحت ال 100 يبقى 90، لان كل ما زاد مضاعفات السكر كل ما زادت الارقام كل ما زادت المضاعفات. طبعا الناس هتسال كتير ليه السكر بيحصل مع الحمل، في حساسيه يعني بيحصل مقاومه للانسولين نتيجه الهرمونات وتغييرها الاستروجين والحاجات دي كلها، والهرمونات دي بتاثر على حساسيه الجسم للانسولين، وبتظهر طبيعه السكر اللي ممكن يحصل. هي عمليه معقده شويه بس انا بحاول ابسطها لكم يعني. فعشان كده احنا زي ما اتفقنا اول حاجه نعملها جهاز السكر. الست لو دخلت في كيتونز او حصل لها كيتونز في الدم ولا البول هيأثر على البيبي بشكل عنيف. فجهاز السكر مهم جدا عشان نفكر صح. تاني حاجة اللي برضو مهمة ولازم نعرفها، اولا مفيش حاجة اسمها المرأة الحامل وتصوم، يعني انت ليك رخصة ورمضان جاي وكل سنة طيبين، مفيش صيام للمرأة الحامل. المرأة الحامل المفروض انها مش هتقدر تصوم، والصيام 15 ساعة وده صعب جدا عليها، وخصوصا مريضة السكر. يعني انا بخص بالذات السكر، يمكن المرأة العادية لها ظروف تانية، لكن واحدة عندها سكر وقررت الحمل وبتاخد انسولين وتقول لي اصوم، يعني شيء مش طبيعي خالص وغير مستحب خالص وبيضرها. وهنرجع تاني لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو لا ضرر ولا ضرار، انت بتضر نفسك وبتضر البيبي وبتضر جسمك بشكل عنيف، وممكن تحصل غيبوبة وممكن تحصل مضاعفات كتير للبيبي وليكي. هتستفيدي ايه من الاخر؟ مفيش. ومن يعني وبعدين عدته من ايام الاخر، يعني انت عندك فرصة انك تعوضي وتعيدي الايام اللي عليك. اصبح بقى دلوقتي الجرعات الانسولين المهمة اللي لازم ناخدها، ما اقدرش اقول لكل واحد هيختلف عن التاني، لازم متابعة مع طبيب ويكون طبيب متخصص ونسمع الكلام، لان انا شفت حالات كتيرة جدا 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 بتيجي اهمال، ممكن تيجي لك في اول الحمل وما تجيش تاني، ممكن تروح مثلا تتابع مع حد من اللي هم بيكتبوا جراحة عظام ومسالك ومش عارف ايه وكده، ويبدأ الراجل طبعا ما عندوش الخبرة، طب خد ده وكل اللي انت عايزاه ولازم تاكل كويس ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، طبعا ده كله مش مظبوط. وشفت بقى حالات اجهاض حصلت كتير جدا، وطبعا بيبي بيتولد وزنه كبير 4 كيلو 5 كيلو، وبيبقى مشاكل وبتولد قيصري. وطبعا لازم النقطة المهمة برضو اللي لازم اقولها لكم واللي انا شفت فيها، البيبي مات في اخر اسبوع في قبل الولادة بيومين ثلاثة، بسبب دكاترة النساء بيدوا ابرة اسمها ديكساميثازون، يقولك عشان نفتح الرئة بتاعت البيبي. للأسف يا جماعة الديكساميثازون ده أقوى من الهيدروكورتيزون بكتير، يعني كام ضعف، فبيرفع السكر بشكل عنيف. فاللي هتاخد أوكي مفيش مشكلة، بس لازم تتحجز في المستشفى ولازم تاخد جرعات الإنسولين المناسبة لارتفاع السكر اللي هيحصل، لأن أنا شفت حالات كتيرة وللأسف الشديد بيبقى كاتستروف، يعني متعذبة 9 شهور وفي الآخر الطفل ينزل ميت. ده حرام يعني، التعب ال9 شهور ده وبتنتظر بريشيس بيبي وتبقى مستنياه وصرفه كتير وتحاليل واشعات وحاجات زي كده ويحصل. فارجوكم اللي بتفكر هتاخد الديكساميثازون الابره بتاعت اللي هي قبل الولاده، بتاخدها قبل الولاده بكام يوم عشان تفتيح، يقول لك تفتيح السرفكتنت بتاع البيبي وحاجات زي كده، فده طبعا لازم اشراف طبي كامل ولازم تبقى في مستشفى والسكر ما يعلاش ويتابع. دي نقطة مهمة جدا ليكم، لازم يبقى في عندك ميزان في البيت او توزني باستمرار علشان تعرفي الوزن وزيادة الوزن وتتابعي المية اللي حوالين الجنين والحاجات دي كلها. فصحة البيبي مرتبطة بصحة الام، فما تعاقبيش نفسك وتهملي علاجك، لان ده هيبقى انت بتضري البيبي اللي جاي ملوش ذنب. فكل ما السكر عالي كل ما المضاعفات حصلت. والتشخيص سهل زي ما احنا قلنا في الاسبوع ال 24 و 28، واول ما تبدا الحمل لازم بنعمل تحليل السكر ونعمل الغده الدرقيه والكلى والكبد ونعمل تشيك كامل. ما تبخلوش على نفسكم بالتحاليل دي، لان دي اللي هتكشف حاجات كتيره جدا فيما بعد. فعشان خاطري ليا ريت نهتم بصحه البيبي
لان الولادات طبعا معظمها هيبقى قيصري، ولو والدكتور لو قرر ما تقلقيش، هو شايف الصالح ليكي، لو قرر ان العمليه تبقى قيصري يبقى خلاص هتبقى قيصري. تمام، اتمنى ليكم الصحه والسعاده، وتابعوا مع دكاتره يا جماعه، ما تسمعوش كلام اي حد. الحبوب الجلوكوفاج امن، في كلام كتير عليه، هو كان زمان ما بيكتبوش، بس دلوقتي في الجمعيات الامريكيه وصت بيه حاجه اسمها كاتيجوري بي، او في الانسولين طبعا رقم واحد. الجلوكوفاج في ناس يعني رخصوا ان هو يتاخد في الحمل، ما فيش مشكله، لكن الاساس هو علاج الانسولين، وده ادق واحسن حاجه وامن حاجه بالنسبه للام وبالنسبه للجنين. طبعا بعد ما الحمل بيخلص بعدها بنتابع لمده 12 اسبوع السكر التحاليل وكده، لو راح فبنتابع كل 3 سنين لفتره طويله لغايه ما نتاكد ان شاء الله ان مفيش ما قبل السكر او سكر. اشكركم وتحياتي لكم جميعا، وارجو ان انا اكون اضفت لكم معلومه جديده تستفيدوا بيها. شكرا لكم.